سلاح الدول في مواجهة عاصفة الأزمة المالية آخذ في التنوع. البرتغال واحد من كل أدخلت الرياضة كوسيلة تجني من ورائها غنيمة تكون سبيلا لحل أزمة تعانيها. مدينة فياريال البرتغالية جعل منها مسؤولوها قناة من الأموال تصب في خزينة البلد عندما فتحت نافذتها على العالم بتنظيمها لبطولة العالم للسيارات السياحية، والنتيجة في 3 أيام أزيد من 50,000 سائح حرك عجلة السياحة ومعها التجارة في البلد. مدينة فياريال أين نحن؟ بها 1050 نسمة. الآن العالم كله يتكلم عنها، بحيث استطعنا استقطاب أزيد من 50,000 سائح دخلوا المدينة في 3 أيام فقط، وهذا أمر جيد. تجار البرتغال روت البطولة الرياضية WTCC ظمأ تجارتهم وكثفوا نشاط مبيعاتهم لمختلف الألبسة المركونة على حواف مضمار السباق. هي مسابقة جيدة لتنشيط التجارة. تنظيم مسابقة WTCC في بلادنا شيء جيد للتجارة. لقد بعنا الكثير من السلع خلال أيام البطولة. البرتغال وكغيرها من دول أوروبا تعاني ضربات أزمة مالية متتالية، وجدت في الرياضة منفذاً آمناً لإصلاح أعطاب لأزمتها على مر سنوات طويلة. تنظيم مسابقة WTCC هي مهمة جداً للبرتغال، حيث هناك فوائد مالية كبيرة، بحيث نشطت الحركة التجارية في المدينة خاصة المطاعم والفنادق. نعم ذلك صحيح، تنظيم مثل هذه المسابقات يجلب الكثير من الفوائد، فهي مفيدة للسياحة في هذا الوقت الصعب الذي تمر به أوروبا. أنا من الولايات المتحدة الأمريكية، جئت هنا لزيارة أقربائي ومتابعة بطولة WTCC، كما اشتريت عدد من الألبسة للسائق تياغو مونتيرو. أنا شفت بلي ما كاينش غير لي جون دو بورتوغال، يا دي فرونسي، يا دي اسبانيول، دي ايطاليان، يا با ان بو دو تو. هذا الشيء كينفع البلاد باش كتطور السياحة ديالها، وحتى حتى لي سبيكتاتور كيشوفوا داك الشيء قريب ليهم، ماشي بحال فاش كتشوفوا في التلفازة. وحنا داك الشيء اللي بغينا يكون عندنا في المغرب. أكثر من 10,000 سائح جاءوا من مختلف دول العالم إلى هنا إلى مدينة فياريال البرتغالية لمتابعة البطولة العالمية لسباق السيارات السياحية. تخيلوا حجم الأموال التي يدرها هؤلاء على الخزينة البرتغالية التي تعاني أزمة مالية خانقة. في انتظار أن تنظم مثل هذه البطولات في الجزائر، حلم ليس ببعيد المنال. بالقاسم جير من مدينة فياريال البرتغالية، قناة الشروق.